أتمنى من كل قلبي النجاح للشركة إلى الأمام أكثر وأكثر وأكثر، خصوصي بالمملكة الغالية هون. الترسيع هو صار شغلة كثير أساسية، ونشكر هيئة الترسيع اللي دعم هالشيء، وإن شاء الله يا رب دائما نرجع كل المواسم. شوف عن جورج والصوف خفة دمه ودبلوماسيته، وحكى لنا عن جديده بطريقته الخاصة. عندنا اثنين نازلين قريبا إن شاء الله. كلمات الشعر والحن ملحن وغنائي أنا. سعيد جدا بهذا اللقاء، كنت سعيد جدا بالجمهور وحضور الجمهور، وهذا مش غريب طبعا على جمهور يعرف يسمع. أنا قلت أنه اليوم الحمد لله في السعودية، على أرض السعودية صرنا نعمل حفلات، لأنه الناس والجمهور السعودي يستحق الترفيه ويستحق الحفلات ويستحق أنه يرفه عن نفسه بأي طريقة. محضر على فكرة، يعني حتى الشباب فاجأتهم صراحة بها. في البارحة قلت لهم لا، نحب نغني للموسيقار طلال مداح، وهذا يسعدني ويشررني. ف ممكن كانت شوية فيها شوية، معناها حاولنا أن نأديها ونغنيها. الحمد لله أنه تعدد على خير. في عمل أوريدي جاهز للموسيقار سهم الملحن العبقري، يعني أنا أعتبره، فإن شاء الله قريبا جدا يكون موجود على السوشيال ميديا. يعني أغنية من الآخر، أغنية خليجية بحتة وأغاني أخرى كذلك، يعني مش نقتصر على أغنية واحدة. عادة الفنان أنه لما ينزل عمل جديد ويلقى التجاوب ويلقى الناس أوريدي يعني سمعت على العمل، احنا نحاول أنه نقدمه بطريقتنا طبعا، ونحاول أنه نعطيه المجال متاعه. فأحيانا نتفاجأ أنه الناس والجمهور يتفاعل وعارف الأغنية وحافظ الأغنية، فهذا شيء يسعدني. ويعطى الأفكار برضو مختلفة يستحقها جمهور جدة. حفلات صيف جدة اللي قدمناها العام الماضي إن شاء الله حترجع بتقريبا 4 حفلات هذه السنة، وحنقدم فيها برضو فنانين مختلفين ما شاركوا معانا في هذه الفترة، وحيكون يعني مختلف عن كل التجارب اللي سبق قدمناها. إن شاء الله حنقدم حفلات خارج هذا المسرح، في مسرح جديد، في مكان جديد بشكل مختلف، ما سبق أنه نظم زيه في المملكة العربية السعودية تماما. إن شاء الله إحنا من قلب البحر حنقدم حاجة مميزة بإذن الله. يعني متعودين من بنش مارك إنهم ينفذوا مثل هذه الأفكار، فهم بالفعل نظموا حفلات رائعة هذه السنة، وأكيد راح يكون في حفلات أجمل من المسرح في قلب البحر. وبالعودة لجورج، كانت فرصة نسأله عن سر النجاح الكبير اللي حققه الدوكيو دراما سيريز اللي انعرض قبل فترة على شاهد، وسألناه إذا كان متوقع هذا النجاح الكبير. تعرف شو الحياة؟ أنا حكيت شيء حق وريل، يعني ما في كذب. وبعدين أي شيء حقيقة ما في كذب وما في تمثيل، لازم النجاح. أكيد كل اللي شافه بهمه أمره بحبني، فات على قلبه وتأثر فيه. وإن شاء الله بنعمل عمل بعد أكبر بنفس هذا المجال. بدي كمان تاني مش وثائقي، بنعمل عمل أوسع إن شاء الله. يعني صراحة شوقنا جورج بهذا العمل الجديد، ومنتظرين نشوف على أي صعيد وبأي شكل رح يكون.